كابتن محمد المهدي، عايزه اسالك عن محمد صلاح. ليه بيتوجه له انتقادات ان هو لما بيلعب مع المنتخب مستواه اقل من ما بيلعب مع ليفربول؟ طيب ده طبيعي لانه مستوى المنتخب اصلا يعني مهزوز شويه الفتره اللي فاتت. انت شايف انه بشكل المنتخب كبير مستواه طبعا طبعا مهزوز؟ مستواه مهزوز جدا، فبالتالي انه ده بيأثر على محمد صلاح. محمد صلاح في ليفربول فايق ورايق قوي لانه اللي حواليه بيلعبوه وبيساعدوه على اللعب، فده بيساعد انه محمد صلاح يتألق ويجيب اجوان ويصنع اجوان ويبقى في حته تانيه، ودلوقتي من المرشحين للفوز بالكره الذهبيه يعني. في المقابل المنتخب مفيش انسجام، مفيش تناغم بين اللاعبين، مفيش معسكرات، اللعيبه يعني مش حافظه بعض زي ما بيقولوا يعني، فده اللي بيأثر على مستوى محمد صلاح شويه. يعني المشكلة مش في محمد صلاح؟ لا مش في محمد صلاح، لانه الراجل بيبقى موجود في المعسكرات، بيبقى ملتزم بشكل كبير جدا، بيجي بدري، بيمشي في ميعاده، بيجي في التوقيتات كمان اللي محدده، ماشي منضبط على منضبط جدا في كل شيء. هو التغيير في طريقه لكن اللعب ما بيحطش اجوان في بقى، دي مش اللاعبين مشكلته. مش مشكلته، لانه ما بيحطش اجوان، لانه محمد صلاح اي منتخب بيلعب منتخب مصر بيحط 3 4 بيمسكوا محمد صلاح، فطبيعي انه هو النجم اللي جاي في منتخب مصر بيبقى فيه رقابه لصيقه عليه، ده بيفتح فرص للاعبين التانيين يعني. في ماتش ليبيا يوم الجمعه كان كل التركيز على محمد صلاح، واللي جاب الجون عمر مرموش، فده هو اللي بيفرق محمد صلاح مع المنتخب وغير مع ليفربول، ولكن مع تحسن اداء المنتخب هيفرق بشكل كبير جدا محمد صلاح. طب لو سالتك بقى على محمد النني، لا اداؤه ازاي بقى شايفه؟ محمد النني ولا مع المنتخب ولا مع ارسنال يعني، ولا ده ولا ده، محمد النني ما بيتطورش مستواه، قاسي جدا، ده مش ضيعته. قاسي، لا لا مش قاسي والله، بس هو بس لاعب. ناس كتير بتشيد بمحمد النني على فكرة، ما يعني انا ما شفتش حد بيشيد محمد النني، ما فيش ناس كتير خالص كل بتشيد محمد مدرب النني. بيجي على فكرة، ما طبيعي كل مدرب وفي هيجي السوشيال ميديا انا بشوف كتير. لا في السوشيال ده ميديا مدرب كله اجنبي انتقاد، كله انتقاد ما لمحمد عندوش النني، عواطف ما عندوش يعني. عواطف، ولكن هو المدرب جاي بخلفيه انه بيعتمد على اللاعبين المحترفين، عشان كده بس جاب ده مرموش، بيلعب في جاب نادي النني، كبير، ارسنال. بيقعد دكه، ما بيلعبش، ما بيشاركش بصفه اساسيه، مستواه تعب، راح تركيا سيزون اعاره ورجع طب تاني. ويعني هي الناس دي بتجامله؟ مش بتجامله، ولكن هو لعيب يعني تكتيكي من الطراز الفريد اللي ما بقتش محتاجه يعني، الجمهور ما بيحسش بيه يعني، ما عندوش المهاره والحركه، هو يعني دفاعي اكتر من اللزوم، تكتيكي في الملعب، ممكن احنا طب كجمهور او يعني نقاد ما معلش نشوفش ده، معلش، بس لكن المدرب الماتش يشوف اللي ده. فات عمل ايه؟ ما عملش حاجه، اداء محترم، لا لا اداؤه كان ضعيف جدا، كل ده التقييمات شال بعد الماتش، المنتخب يا كابتن. لا لا مش شال المنتخب، ازاي بقى؟ وجود الفرقه معاه هي اللي سيبك شالته، من السوشيال ميديا، مش احنا بتكلم. بنتكلم على ارض الواقع واراء مدربين. لا انا ما شفتش مدربين يعني اتكلمت بشكل كويس عن محمد النني. محترف في فريق كبير، محترف في فريق كبير، ولكن في النهايه هو دكه، ما بيلعبش اساسي. طب انا عايزه اقول لك حاجه، طب هو مش كل المديرين الفنيين اللي بيجوا بينتخبوه طبيعي او بياخدوه طبيعي، انا بيختاروه مدرب بيختاروه بمنتخب ليه؟ مصر، مدرب منتخب مصر، وعندي لاعب بيلعب في ارسنال هروح اجيبه، مش هسيبه يعني، لانه في الاخر بيلعب في ارسنال يعني برضه، هو واحد من شايف ان اكبر هو غير الانديه. كفء انه يختاره، ما لا كانش بس اختاره، عنده مش مضطر. في مكانه، عندنا ناس افضل من محمد النني ومحليين، ولكن هي الفرق في العقليه، انا بجيب النني عشان هو محترف، مش عشان خاطر هو اكفأ في مركزه، لا مركزه فيه لعيبه محليين افضل منه اكتر من مره. محمد النني مستواه لا يتطور مع منتخب مصر، وده السبب اساسي في ان هو قاعد دكه في ارسنال، محتاج شغل كتير جدا في مركزه ومكانه عشان يقدر زي محمد صلاح. محمد صلاح ما كانش صاروخ اهداف في البدايه، محمد صلاح لما كان في بازل كان ضعيف جدا وكان بيضيع اجوان كتيره جدا، طيب مع التدريب احنا لا بقى.